اوكي، السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبار الايلتس بشكل عام، يعني هنتكلم عن مكونات الموديولز اللي الطلبه بنمتحن فيها، الوقت بتاع كل موديولز، المطلوب من كل حاجه. طبعا مش هنعرف نتكلم بالتفصيل لانه بالتفصيل لازم كل واحد يتاخد لوحده، ممكن على حتى كام درس مش درس واحد. هنبدا الاول. طبعا اختبار الايلتس عباره عن او الطالب بيختبر في 4 موديولز، بيختبر في الليسننج اللي هو الاستماع، reading اللي هي القراءة، writing الكتابة، و speaking اللي هو التحدث. هناخدهم واحدة واحدة، هنتكلم على كل واحدة فيهم، بس زي ما اتفقنا التكنيكس بتاعت كل واحدة لازم يكون فيها تطبيق من يعني نماذج عملية عشان نقدر نفهم الكلام ده، اوكي. اول حاجة listening. اختبار listening عبارة عن 40 دقيقة، 40 minutes. هو مش 40 دقيقة، هو في الحقيقة 30 دقيقة، يعني هو بس نص ساعة. بس بعد نص ساعة بتاخد الطالب بياخد 10 دقايق إضافية to transfer answers to the answer sheet، بمعنى ينقل الإجابات لإجابة الأسئلة أو لورقة الإجابة. يعني الأول أنت بتجاوب في البوكلت، وبعد ما بتخلص إجابة في البوكلت، بتخلص الإجابة بتاعتك في البوكلت، تقوم واخدة الإجابات نقلها حطها في الأنسر شيت، فليك 10 دقايق كاملين تقدر من حقك تنقلي فيهم الإجابات. اوكي، متقسم ازاي 30 دقيقه ديت او 30 دقيقه بتاعه الليسننج متقسمه ازاي؟ هو طبعا في ميزه في الايلتس مش موجوده في الطفل، مش موجوده في ستيب، مش موجوده في ميتشيغان، مش موجوده في اوكسفورد، ان الاسئله بتاعه الايلتس انت بتشوفها قبل ما تسمع. يعني انت مجرد ان انت تاخد اختبار الليسننج بتاخد الورق قبل ما تسمع، فبتبقى شايف الاسئله قبل ما تسمع. ودي طبعا دي ميزه كويسه، لان مثلا في الطفل انت مش ما بتعرفش اسئله ايه، يعني بتقعد تسمعي ما بتعرفش اسئله ايه بالظبط، الا اما بيخلص listening، اما بيخلص اجابات، يوم جاي جايب لك ساعتها بعد ما يخلص الكلام يقول لك الاسئله، فلازم you have to take notes. طبعا ده مش ما ينفعش في الايلتس انت تاخد نوتس، لان هو اوريدي كاتب كل حاجه، بس الحاجات اللي هو كاتبها ما بتكونش كامله، المطلوب منك بس ان انت تكمل الحاجات دي. اوكي، الاختبار ده عباره عن ايه؟ عن 4 سيكشنز، سيكشن 1، سيكشن 2، سيكشن 3 اند سيكشن 4. سيكشن 1 وسيكشن 3 بيكونوا كونفرسيشنز، سيكشن 2 وسيكشن 4 بيكونوا مونولوجز، سيكشن 1 وسيكشن 2 بيكونوا سوشيال، سيكشن 3 وسيكشن 4 بيكونوا اكاديميك. ناخدها واحده واحده. اول حاجه هو 40 سؤال في 40 دقيقه، المفروض الاسم كله بالليسننج بالوقت اللي انت بتنقل فيه الاسئله في كله 40 دقيقه. السكشن ده اتفقنا، سكشن 1 10 اسئله، سكشن 2 10 اسئله، سكشن 3 10 اسئله، سكشن 4 10 اسئله، يبقى كل سكشن 10 اسئله. اسهل سكشن the easiest one السكشن 1، هو اسهل واحد هو السكشن 1، عشان كده يستحسن الطالب يدخل الامتحان يبقى عامل حسابه يحل سكشن 1 كله صح. ليه؟ لان السكشنز بعد كده بتكون صعبه، فعلى الاقل يبقى انت ضمن درجه السهل. المهم سكشن 1 بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن في الغالب بيكون تليفون كونفرسيشن او خلون كونفرسيشن، بيكون محادثه about a social topic، محادثة عن موضوع اجتماعي. الموضوع الاجتماعي دوت ممكن يكون تأمين على عربية، شخص بيتصل يعني calling someone insurance company to insure his or her car علشان خاطر يأمن على العربية بتاعته. ممكن يكون شخص عاوز يفتح حساب في البنك to have to open a bank account. ممكن يكون واحد أو حد عاوز يحجز تذكرة في قطار. ممكن يكون حد عاوز يحجز في مطعم يعني a table at a restaurant. ممكن يكون حد عايز يدور على وظيفة part timer في الكوليج بتاعته، فبيسأل في اللي هو college centers أو job centers عشان نشوف الوظيفة اللي تناسبه. ممكن يكون واحد عاوز يسجل لابنه أو لبنته في مدرسة، أو يسجل لابنه أو لبنته في معهد، أو هو نفسه عاوز يسجل في معهد سواء كان معهد رياضي يعني أو معهد أكاديمي. المهم في كل سيكشن 1 في الغالب بتكون الأسئلة بتاعته متكررة، بمعنى الشخص اللي بيسأل باب الأول بيستفسر عن اللي عايزها، والريسبشنست الشخص اللي هو اللي المستقبل أو الشخص اللي هو بيرد عليه المانجر أو البانكر أو الريسبشنست، عالم الاستقبال أو عامل البنك أو اللي بيشتغل في المحطة and so on. أي حد بيشتغل معاه بيقعد يسأله مثلا طب أنت اسمك إيه؟ طب الكريدت كارد نمبر، على رقم الكريدت كارد بتاعتك، الفيزا نمبر، طب رقم التليفون، طب الأدريس بتاعك، طب الموعد اللي إحنا تحب نتقابل فيه يبقى إمتى and so on. فبيبقى دايما الموضوعات لها علاقه بالحاجات الاجتماعيه اللي احنا بنشوفها. يعني ايه الحاجات الاجتماعيه؟ شخص بيدور على وظيفه، شخص بيحاول ياخد كورس لغه او اي كورس تعليمي، شخص عاوز يمارس رياضه، شخص عاوز يحجز تذكره سواء كانت تذكره قطار او تذكره طائره ان سو اون، ممكن يتصل يتكلم عليه لو ما كانش المتوفر نوع اونلاين على طول. فالفكره هنا انه بيبقى الموضوع دايما موضوع اجتماعي، بمعنى ان احنا كلنا everyday english، يعني اللغه اللي احنا بنستخدمها كل يوم.
عشان كده طبعا يستحسن لازم في الليسننج تاخد بالك انه انت مطالب بحاجات معينه في الاجابات. الاجابات بتكون محدده، عدد الكلمات بيكون محدد قبل كل سؤال. يعني في سؤال لك no more than two words, no more than three words, no more than four words، يعني مش اكتر من اربع كلمات، مش اكتر من ثلاث كلمات، مش اكتر من كلمتين. احيانا لك no more than one word or a number، يعني مش اكتر من كلمه ورقم. لو جالك مثلا no more than three words، مش اكتر من ثلاث كلمات، يبقى معنى كده ان لازم حاجه من الاجابات تكون ثلاث كلمات، مش شرط يكونوا كلهم ثلاث كلمات، بس مقصود بيها ان في حاجه من الاجابات عشان انت بتاكد ان اجاباتك صح، لازم يكون حاجه من الاجابات فيها ثلاث كلمات. لو قال لك no more than four words، يبقى لازم واحده من الاجابات هيكون واحده او اثنين هيكون فيها اربع كلمات. لو قال no more than one word، معناها ان جميع الاجابات كلمه واحده. كلمه واحده يعني ايه؟ يعني الاي والان والذا تعتبر كلمه. يعني لو الاجابه باج والطالب كتب اباج او ذا باج، تتحسب غلط. فلازم واحنا بنعمل في الليسننج مش بس الشطاره ان انا اكون عارف اسمع كويس وعارف الاجابه كويس، لازم كمان اركز على عدد الكلمات المطلوب. If you answered or if you exceed the limited number، لو انت طلبت او انت تجاوزت عدد الكلمات المطلوب، للاسف الاجابه تنحسب غلط حتى لو اجابتك صح. طبعا one more thing، غير كمان النمبر اوف ووردز، الكابيتاليزيشن او قبل الكابيتاليزيشن السبيلنج. لو كتبت الإجابة صح وعدد الكلمات صح بس it was Mrs. Build، لو كانت الإجابة بتاعتك Mrs. Build يعني السبيلنج بتاعها غلط، في الحالة دي برضو الإجابة هنحسب لك غلط. عشان كده هما في الليسننج بمنتهى الأمانة بيلعبوا جدا على الكلمات اللي هي دايما confusing، الكلمات اللي هي بنقول عليها مربكة، بمعنى انه ما بيجيب لكش كلمات بتبقى سهلة في الكتابة، بيجيب لك كلمات بيكون فيها vowels كتير، ال i e وال e i وال vowels ال e وال o وال i وال u بتبقى فيها لخبطة. بيستخدموا كلمات اللي دايما الطالب بيتلخبط فيها، بيشوف الكلمات اللي الطالب دايما بيكتبها غلط وبيكتبوها. وللأسف معظم الطلبة دلوقتي ما بيكتبوش دايما بهاند ريتن، كله بيكتب على طول على الموبايل، فكله بيبقى عامل له سبيل تشيك تكنولوجي. سبيل تشيك تكنولوجي يعني ادت بالسلب ان الطلبه اغلبهم السبيلنج بتاعهم بقى سيء جدا، حتى لو كانوا نيتيف، يعني حتى لو الانجليش نفسهم السبيلنج بتاعهم بقى فيه كتير اخطاء. فطبعا للاسف حتى لو جبتك صح والسبيلنج غلط بتنحسب لك غلط. نرجع بعد كده، لو number of words is correct والسبيلنج is correct وكتبتيها كلها صح، but it was should be capitalized، كان لازم الاجابه تكون كابيتال وانت عملتيها سمول، للاسف برضو بتنحسب غلط. اوكي، ايه الحاجات المفروض تكون كابيتال؟ اللي هي البروبر ناون، اسماء الاشخاص، بيبلز نيمز اوف بيبل، مانث الشهور، دايز الايام، ات ذا بيجينينج اوف ذا سنتنس في بدايه الجمله، لو السبيس موجود في بدايه الجمله ات شود بي كابيتالايزد اند سو اون. فالحاجات الكابيتالايزد اللي هي المفروض لازم تكون كابيتال، لازم الطالب يكتبها كابيتال. يبقى من ضمن الحاجات برضو المطلوبه في الليسننج ان انت يستحسن تكون عارفه حافظه ايام الاسبوع كويس جدا، شهور السنه كويس جدا، المواد الدراسيه كويس جدا. لان احنا نقول ليه دلوقتي تبقى عارف المواد الدراسيه؟ انا ما بقولش تذاكر المواد الدراسيه، بس تبقى عارف تكتب اسماء المواد الدراسيه. يعني تعرف تكتب يعني ايه، تكتب فيزيكس، بيولوجي، كيمستري، سايكولوجي، فيسيولوجي، سايكاتري اند سو اون. اوكي، يبقى سيكشن 1، نرجع تاني سيكشن 1 بالراحه كده. سيكشن 1 عباره عن ايه؟ عباره عن محادثه عن موضوع اكاديمي، بيكون لحد ما سهل، مش بيكون اللي هو تشالنجينج، ما بيكونش بيتحدى الطالب. بيسال الشخص اللي بيتكلم عن الاسم، عن البيرسونال انفورميشن بشكل عام، يساله عن طبعا الطالب الشخص الاول بيستفسر عن المعلومات اللي هو عايزها، وبعد كده لو خلاص عجبه الكلام فبيبدا اللي هو الموظف يبدا ياخد منه البيانات الرسميه، البيانات اللي هو عايزها. زي بيانات زي ايه؟ بس احيانا اسم الام، اسم الاب، الاسم بالكامل، اسم الى رقم التليفون، رقم تليفون في العمل مثلا، لو مثلا تأمين على العربية يسألوا نوع العربية، الموديل بتاعها، اشتراها امتى، لو كان في حوادث سابقة قبل كده، لو بيسأل على وظيفة فبيسأل يقول له مثلا did you work before، اشتغلت قبل كده، طب اشتغلت فين and so on. الراتب بيكون بيسألوا الراتب كام في الشهر، طب الراتب اللي قبل كده انت كنت تاخده كام and so on. الأسئلة كلها بتبقى غالبا لها بتدور في حوالين بس الكونفرزيشن اللي احنا عايزينها. طبعا الطالب هنا في الحاله دي لازم يكون متعود انه يكتب ارقام بسرعه، يكتب يبقى حافظ حاجات بحيث انه يكتب على طول مباشره. سيكشن 2 عباره عن ايه؟ سيكشن 2 طبعا سيكشن 2 بيكون عباره عن مش بقى كونفرزيشن، ما بيكونش كونفرزيشن، بيكون عباره عن ديالوج، نوت ديالوج، مونولوج. مونولوج اللي هو شخص بيتكلم لوحده، يعني مش هتلاقي حد كونفرزيشن، هتلاقي شخص برزنتيشن. برزنتيشن يعني عرض، ما بيكونش فيه ديسكشن، ما بيكونش فيه مناقشه، بيكون مجرد عرض اباوت ا سوشيال توبيك، you know about a social topic، about a social topic زي ايه؟ موضوع اجتماعي. يعني واحد بيعمل عرض عن موضوع اجتماعي. موضوع اجتماعي زي ايه؟ مثلا شركة فاتحة جديد وعايزة تعمل عرض عن المنتج بتاعها، ف
فبتجيب شخص يتكلم عن المنتج بتاعها، واحد بيكلم بيعمل عرض عن حديقة الحيوان فبيكلم الفيزيتورز او التورست السياح او الزائرين عن الارشادات المفروض ياخد بالهم منها لما بيتكلم عن حديقة الحيوان، او الحاجات المفروض يعملوها والحاجات المفروض مش ما يعملوهاش. مثلا مركز رعاية الامومة والطفولة، فتلاقي مثلا شخص بيتكلم ايه الاخطاء اللي بتقع فيها الام، او ايه المفروض كيفية العناية بالطفل. ما بيكونش موضوع اكاديمي، بيكون موضوع اجتماعي في المقام الاول. طبعا هنا في سيكشن 2 لازم الطالب ياخد باله انه مش هيلاقي حد تاني بيتكلم، هو بس مجرد شخص واحد بيتكلم، وبيبدا يقرا يسمع ويكمل الاجابات، يعني يسمع ويكمل الاجابه. سيكشن 3 وسيكشن 4 الاثنين دولت اكاديميك، الاثنين دولت موضوعات اكاديميه، بمعنى انه سيكشن 3 بيكون كونفرزيشن، بيكون محادثه عن موضوع اكاديمي. موضوع اكاديمي زي ايه؟ في الغالب بيكون دراسه، يعني مثلا دكتور ا بروفيسور ان ا ستودنت، طالب ودكتور الاثنين دولت بيعملوا بيتكلموا عن بحث دكتور الطالب كتبه، فالبحث دوت ممكن يكون فيه اخطاء، فالدكتور بيحاول يعرف الاخطاء اللي هو فيها، ياخد باله منها ازاي. اخطاء مثلا يقول له عيد صياغه الكتابه، الموضوع غير الافكار الرئيسيه، حاول تعمل الجمل ما تبقاش كومبليكيتد، حاول تغير السكوب بتاع الموضوع. فالدكتور لحد ما بيرشده او بيعرفه ازاي يغير سياق الموضوع او ازاي يحسن البحث بتاعه. ممكن يكون الموضوع ان الدكتور بيكلمه في الاول خالص ايه هو البحث بتاعه، ليه اختار البحث بتاعه ده. طبعا احنا مش مطلوب مننا نكتب اي حاجه من عندنا، الكلام كله كل الكلام يكون موجود في الليسننج، يعني انت بتسمع وبتحل بناء على كل مره. ممكن يكون سيكشن 3 كلاس ديسكشن، بمعنى الدكتور بيناقش الكلاس كله في حاجه معينه وكله بيتكلم وبيدي رايه. ممكن يكون مشروع بحث بين دكتور واكتر من طالب، ممكن يكون مشروع بحث بين اتنين طلاب، اتنين بيتكلموا مع بعض على نفس الموضوع اللي هما بيدرسوه مع بعض او بيعملوا بحث عليه مع بعض، وبيدي كل واحد بيدي اقتراحاته والتاني بيوافق او بيرفض، اتنين بينسقوا البحث بتاعهم and so on. فدايما سيكشن 3 بيكون في الغالب كونفرزيشن، او دايما بيكون كونفرزيشن عن موضوع اكاديميك توبيك، موضوع اكاديمي، ما بيكونش موضوع سوشيال. بيكون زي ما اتفقنا، عشان كده بيمكن يجي لك يسالوا لك هما بيدرسوا ايه، هما يكونوا قايلين سايكولوجي او فيسيولوجي او كمبيوتر ساينس او وات ايفر، المعنى اللي هو بيولوجي او كيمستري او فيزيكس او ماثماتكس، الدرس اللي هما بيقولوه. يعني في الغالب ما بيكونش حاجه اللي هو مستحيل الطالب يجاوب عنها، بس هو بيكون طبعا جايب كل الاجابات. يعني انت مش مطالب او مش مطالبه تستنتجي حاجه من عندك، هو كل الكلام اللي بيقولوه اللي هم الاجابات كلها موجوده في السياق، بس الصح انت تفهمي ده، حاول تفهم هو بيقول ايه بالظبط. سيكشن 4 اللي هو اصعب سيكشن، وهنقول اصعب سيكشن ليه. سيكشن 4 برضو كمان 10 اسئله، بس سيكشن 4 بيكون ا بارت اوف ا ليكتشر، ا مونولوج، بيكون ا بارت اوف ا ليكتشر يعني جزء من المحاضره. بيكون شخص او دكتور بيقول محاضره، المحاضره دي بتكون غالبا جزء من محاضره حقيقيه بيقولها شخص او دكتور في سنه طلاب السنه الاولى، سواء بقى في اي كليه. بيكون طبعا الصوت واضح جدا، المشكله مش في الصوت، الفكره انه بيجيب لك فعلا جزء من محاضره حقيقيه وبتبدا يبدا يشرح لك. المحاضره دي ممكن تكون في اي علم في الدنيا، يعني زي ما اتفقنا ممكن يكون اي كليه بياخدوا منها جزء من المحاضرات بتاعتهم وبيظبطوها علشان تكون في الايلتس. بيحطوا عليها اسئله. البارت ده صعب ليه؟ لانه السبيكر بيتكلم بسرعه جدا، الموضوع بيكون اكاديميك، بيورلي اكاديميك، بيكون موضوع اكاديمي صرف، يعني ما في مش زي السوشيال، مش زي موضوع اجتماعي انت ممكن تقدر او انت ممكن تقدري تخمنه هو بيقول ايه. لا بيكون طبعا سيكشن 1 وسيكشن 2 وسيكشن 3 بيديكي قبل ما تسمعي بيديكي 30 minutes to read the questions before you listen، بيديكي 30 دقيقة 30 ثانية علشان كل مرة يديك 30 ثانية عشان تقرأ الأسئلة الأول. section 1 بيديكي مرتين 30 ثانية، يعني بيديكي دقيقة كاملة. الأول بيديكي 30 ثانية to listen to questions from 1 to 4 from 1 to 5 from 1 to 6 from 1 to 3. على فكرة في طلبة فاكرين إنه هو في كل بريك يعني بيديك 30 ثانية عشان تقرأ خمس أسئلة وبعدين 30 ثانية عشان لا مش كده، هما مش مظبطينها 1-5 ومن 5-10، لا هما مظبطينها بطريقة بتاعتهم. يعني ممكن تلاقي يقول لك اقرا الأسئلة من 1-7، ومرة تانية يقول لك اقرا الأسئلة من 8-10، مرة يقول لك اقرا الأسئلة من 1-3، ممكن يقول لك من 7-10، تمام مش فرق. بس أهم حاجة إنه بيقسم لك سيكشن 1 وسيكشن 2 وسيكشن 3 على جزئين، بيديك الأول 30 ثانية تقرأ عدد الأسئلة المطلوب، وبعد كده تسمع، وبعد كده تقرأ عدد الأسئلة الباقي، وبعد كده تسمع. سيكشن 4 لا مش كده، سيكشن 4 بتسمع كل مرة واحدة 30 ثانية فقط لا غير، أول بريك، وبعد كده مش بيديك وقت تاني خلاص إضافي، هي مرة واحدة بس في بداية الموضوع. عشان كده وانس لو بدا يتكلم مش هيسكت الا ما يخلص كل الكلام، بس ممكن يقف ثانيه واحده عشان يفصل بين الاسئله، انواع الاسئله المختلفه اللي جت في الاختبار، ثانيه واحده يعني هتلاقي فتره صمت بالظبط كده، يعني هي فتره بالظبط احنا وقفنا كده
بس اوكي. صعب كمان ليه؟ لان زي ما اتفقنا انه بيكون خلاص انت سيكشن 3 خلصت سيكشن 1 و 2 و 3 و 4، بيكون خلاص التركيز بتاعك لحد ما ممكن يكون قل شويه، وممكن يكونوا بيعملوها حاله نفسيه علشان خاطر تبقى انت حليت غلط في الليسننج، او على قد ما تقدر مش قادر تلحق معاه فتدخل على ريدنج. المفروض ان انت كده بتبقى زعلان ان انت مش عارف تحل حلو في سيكشن 4، وده غلط. المفروض انت داخل الامتحان مسبقا عارف ان انت عايز تجيب درجات كويسه جدا، يبقى ركز حتى على الاقل على 3 سيكشن اولين، وسيكشن 4 حتى لو غلطت فيه اعمل حسابك مش مشكله، يعني مش شرط ممكن يعدي. المهم ليه؟ عشان خاطر لما تيجي تحل في الريدنج يبقى نفسيا متقبل انت تحل في الريدنج، ما تكونش ان انت حاسس ان انت بهدلت الدنيا او بهدلت الدنيا وخلاص، مش وحاسه ان انت مش هتعرف تحل خلاص والامتحان كده ضاع. لا لا، هي الفكره كلها ان دايما يو هاف تو بي كونفيدنت، انت تبقى عارفه ايه اصعب حاجه في الامتحان وايه اسهل حاجه، كلهم بياخدوا نفس الدرجات، ف يعني سواء صعب سواء سهل هو الفكره كلها في اخر عدد الاسئله. طبعا عاد في جدول موجود، هبقى احطه ان شاء الله مع حاجات الليسننج والريدنج. الجدول ده عدد الكلمات، عدد الاسئله اللي انت بتحليها بتحدد لك السكور بتاعك، يعني هم 40 سؤال مثلا، لو انت حليتي 10 اسئله بتاخدي 4، لو حليتي 15 سؤال تاخدي 4.5 5 انسان، هو ده. فهو في جدول معين محطوط على عدد الاجابات، ما بيقولوش مثلا كم سؤال حتي، هو عدد الاسئله اللي انت جاوبتيها سواء بقى بارت 1 او سيكشن 1 سيكشن 2 سيكشن 3 سيكشن 4 مش هتفرق. ففي جدول محدد، الجدول ده بيحدد على كل عدد اسئله حليتيها صح، على كل عدد اسئله حليتيها بينحسب لك السكور بتاعك الاوفر اول كام، تمام. فلما نيجي نحل سيكشن 4 نبقى عامل حساب ان انا موضوع اكاديمي شويه، ممكن يضيع مني شويه حاجات فيه مش مشكله. الاسئله بتاعت الليسننج في الغالب بتكون مختلفه، ما بيجيلش اسئله كلها، ممكن يكون فيل ان ذا بلانك كامل الجمل، ممكن يكون فيل ان ذا تشارت كامل الجدول، ممكن يكون كلاسيفيكيشن تصنيف. يعني ايه تصنيف؟ يعني بيجيب لي جمل ويقول لي صنف كلام بناء على اللي انت سمعته، ايه ممكن احنا نجيب لي ايه وبي وسي، ويقول لي صنف الكلام ده ايه ولا بي ولا سي. دي طبعا هناخده بالتفصيل بعد كده عشان فهم الاسئله مش هتقدر تفهميه الا اذا كنت جبنا مثال عليه وسمعنا مع بعض، او شرحت لك على المثال. المهم بيكون في برضو مالتيبل تشويس اختياري، يعني ممكن نجيب لك اختياري. والنوع الاساسي في اختبار الايلتس اللي مش واضح او اللي مش دايركت مش مباشر هو الاختياري اللي هو مالتيبل تشويس. دايما الاسئله الاختياريه في اي امتحان انجليزي الاسئله الاختياريه ما بتكونش واضحه وما بتكونش مباشره، بمعنى ان same pronunciation same vocabulary same structure wrong. يعني لو انت سمعتي نفس الكلمه اللي سمعتيها كتبتيها او اخترتيها اعرفي في الغالب ان الاجابه بتاعتك غلط، خصوصا اذا كانت الاجابات طويله، تمام. لو الاجابات قصيره بتسمعي 3 اجابات، لو الاجابات طويله بتسمعي اجابه معينه، الاجابه دي اللي بتسمعيها في الغالب بتكون غلط. ليه؟ لو بيضحك عليك المفروض الاجابه الصح بتكون rephrased، بتكون ريفريز، يعني الاجابه الصحيحه بيعملها اعاده صياغه، الاجابه الخطا بيقراها زي ما هي. فالطالب لو مش فاهم هو ايه بيقول ايه بالظبط، فبيدايما يختار الاجابه الغلط ويكون مقتنع تماما ان اجابته صح، وفي الحقيقه اجابته مش صحيح، الاجابه غلط، هو سمعها صحيح بس اجابته مش صح. يعني مثلا اما اقول فلانه سافرت باريس وسافرت عملت كذا وراحت طلعت من باريس راحت انجلترا، بس للاسف كان نفسها تزور المانيا وما زارتش المانيا لاسباب معينه، تمام. فممكن اقول والله هي راحت اي دوله، فممكن انت الطالب لو مش فاهم ممكن يختار راحت جيرماني، لا هي بنقول احنا ما زارتش المانيا، فالطالب احيانا عشان سمع جيرماني ممكن يكتبها جيرماني عشان بس هي ما راحتش، او مثلا هو بيحب كذا دي او بيحب كذا، ويجي اختياراته هو بيحب ايه، ويكون احنا بنقول ان في حاجات ما بيحبهاش، ما بيحبش كذا. ممكن الطالب يسمع حاجه من اختيارات يفتكرها ان دي الاجابه الصح وفي الواقع هي مش صح، هي بتكون غلط. ليه؟ لان هو ده مجرد ان انت سمعت، مش معناها ان انت سمعت الاجابه معناها دي الاجابه الصح في الاختياري. انا بتكلم في الاختياري، في الاختياري غالبا بيشوف الطالب، لو الطالب مش فاهم الستيب سكريبت مش فاهم الكلام اللي بيتقال بيختار الاجابه اللي قدامه بيسمعها، وده في الغالب بيكون غلط. كمان في الليسننج بيكون في مابس خرايط، احنا بنجيب خريطه ويحط فيها، طبعا خريطه تجيب اكتر من طريقه، احيانا ممكن يجيب لك اللوكيشن ويقول لك انت اختار حط لوكيشن في المكان الصح انت، او ان هو ما يحطكش لوكيشن لك انت كمل قول بالظبط هو المكان، حروف الحرف ده بيرمز لاي موقع and so on. احيانا لما بيجيب مابس بيكون سريع جدا في الليسننج، فلازم الطالب يكون مركز معاه. وطبعا اهم حاجه في الليسننج ان ارى الاسئله الاول ومش استعجل وبسرعه اروح احل، او انا اقول مش مشكله ما يسمع حد اقرا، لا غلط. لازم you have to read the questions in advance، لازم اقرا الاسئله الاول why just to know to have an idea what I'm going to listen to، عشان اعرف انا هسمع ايه بالظبط. يعني انا لازم الاول اقرا الاسئله على الاقل حتى افهم هما بيتكلموا عن ايه. لو مثلا سيكشن 1 هما فين بالظبط، هما في مدرسه ولا في بنك ولا فين، لو سيكشن 2 هما فين بالظبط اعرف مكانهم فين، اعرف شكل الموضوع بيتكلم عن ايه، يعني يبقى عندي حتى فكره.
طبعا، وكل سؤال بيكون له تكنيك معين في الحل، يعني مش كل الاسئله بتتحل بنفس الطريقه، او في الغالب معظم الاسئله بيكون لها تكنيكس معين عشان يسهل عليك او عليك طريقه الحل. تمام. نيجي بعد كده برضو حاجه مهمه جدا في الليسننج غير طبعا احنا اتفقنا ان هو السبيلنج والبانكشويشن، السبيلنج والنمبر اوف ووردز اند سو اون. في كمان حاجه مهمه جدا طلبه كتير بيغلطوا فيها، انه لما احنا زي ما احنا اتفقنا بيديك الاول 30 ثانيه تقرا عدد معين من الاسئله، وبعدين تسمع، وبعدين 30 ثانيه ثانيه تو ريد ذا اذر كويستشن عشان تقرا بقيه الاسئله، وبعدين تسمع، وبعدين 30 seconds بيديك كمان 30 ثانية to check your answers، بيديك تاني 30 ثانية علشان تراجع إجاباتك. في طلبة بيستعجلوا جدا جدا، يروح بسرعة بسرعة رايحين على على الانسر شيت ونقلين الإجابات في 30 ثانية دول. طب ما انت اوريدي اصلا عندك 10 دقايق كاملين، هتعمل فيهم ايه؟ الوقت ال 30 ثانية ده لو انت متأكدة 100% من إجاباتك خلاص، او اللي خلاص انت حاسة ان انت مش هتعرفي تحلي فيه كتير، او اللي انت حليتيه خلاص حليتيه ومش هتقدر تعملي فيه حاجة وخلاص تشيك يور انسرز، ممكن تروحي على السكشن اللي بعده تبدأي تقري فيه، على ما تديك 30 ثانية كمان يبقى انت على الأقل حتى خدت دقيقة كاملة تقري فيها عدد الأسئلة، يعني ده أفضل لك. الطلبة اللي بيروح بسرعة على الانسر شيت يحلوا، طب ما انت كده كده عندك 10 دقايق تحل، وغالبا ممكن يكونوا في السرعة لأن 30 ثانية بينقلوا غلط انسر، فدي برضه نقطة لازم نخلي بالنا منها في الليسننج. تمام. التكنيكس بقى بتاعت كل سؤال بناخدها بالتفصيل لما نتكلم، يعني في مره نتكلم بس على الليسننج فقط لا غير، ممكن ناخد مره او مرتين الرايتنج سؤال، كل حاجه في كل حاجه ليها التكنيكس بتاعها. طبعا اتفقنا ان احنا لازم ناخد بالنا من الاسئله لما نسمع، يو شود كيب ليسننج، لازم احيانا صاحب الليسننج بيغير الاجابات، يعني يغير الاجابات ازاي؟ يعني مثلا انك خلاص اوكي نتقابل الساعه 4، اوكي ليتس ميت ات 4، لايك او ماي جاد لايك نو اي فورجوت انا نسيت، ليتس ميت ات 4:30 خلينا نتقابل على 4:30. الإجابة الثانية هي بتكون الإجابة الأصح. في بعض الطلبة يكتبوا 4 خلاص كتب 4 ويركز على إجابة السؤال اللي بعده، طبعا ده برضو مش صح. انت you have to keep listening لأن sometimes they change the answers، احيانا بيجاوب بيغيروا الإجابات. الإجابات بتاعت listening بتكون دايما بالترتيب، يعني question number 1 before number 2 before number 3 before number 4، مستحيل هيجيلك إجابة السؤال قبل إجابة السؤال بعده. في listening الأسئلة in order of the passage، الأسئلة بتكون بالترتيب، يعني what gone is gone، يعني what's gone is gone، بمعنى السؤال راح عليك لو لقيته بيتكلم في السؤال اللي بعده مش مشكلة، لو تعرف تحله عشوائي لو اختياري او تعرف تحله عشوائي حلو عشوائي، مش عارف تحله عشوائي يبقى خلاص عدى، بس ما تفكرش فيه لان الطالب لما بيروح عليه سؤال وبيقعد يفكر في السؤال اللي راح عليه خلاص ضيع عليه 3 4 اسئلة اللي بعديه. فالاحسن الطالب يكون عنده اكزامز تكنيكس من تقنيات الامتحان، طيب لازم يكون فليكسبل ويكون مرن، سؤال عدى عدى خلاص مش مشكله، ركز في السؤال اللي بعده، السؤال ده ممكن تحله فعلا عشوائي او تحله بشكل عام من فهمك الباسج اذا ينفع، طبعا اذا ما ينفعش مش مشكله سيبه فاضي، بس اهم حاجه ما تخليش يتاثر عليكي في الاسئله الثانيه، لانه اثرت في الاسئله الثانيه خلاص يبقى كده نص الباسج او الباسج كلها ضاع، يعني 10 اسئله ضاعت لا قدر الله يعني. تمام. زي ما اتفقنا الاجابات اللي هي المالتيبل تشويس ما بتكونش واضحه مباشره، يعني ما تختاريش الاجابه الواضحه او اللي انت سمعتيها علشان خاطر هي واضحه ومباشره وواضحه جدا، يبقى لازم تكون صح، بالعكس هي بتكون تريكي ابيلينج بات رونج، بتكون يعني فعلا ابيلينج يعني بتبقى موجهه حاسه انها صح بس في الحقيقه بتكون هي خطا. اوكي. نيجي بقى بعد كده على الريدنج. الريدنج زي ما اتفقنا بيكون مدته ساعه، بتاخد 3 باسجز 40 سؤال، يبقى الليسننج 40 سؤال 40 دقيقه، الريدنج 40 سؤال بس ساعه، الليسننج بتاخدي 4 سيكشنز، الريدنج بتاخدي 3 باسجز. بيجي طبعا احنا بنتكلم على الايلتس الاكاديمي، بتاخدي 3 باسجز، الباسج الاولى 30 كويستشنز، الباسج الثانيه 30 كويستشنز، الباسج الثالثه 13 سوري الباسج الاولى 13 كويستشنز، الباسج الثانيه 13 كويستشنز، الباسج الثالثه بتكون 14 كويستشنز.